جليس بيه مش فاضي دلوقتي، عنده سليمان باشا الفرنساوي. طيب على كل حال اديله الجواب ده وانا بعد اذنك اقعد استنى.
اتفضل علي يا فندم. شكرا. جليس بيه، هقدم لك واحد من انبه مصريين اللي درسوا هندسه في مصر وفي فرنسا. سمعت عنه قبل ما اشوفه، وانا واثق انك هتستفيد منه كتير. ارجو هذا. اسمع يا علي افندي، انت هتروح دلوقتي عشان تستلم العمل، وبعدين تجيني عشان نرتب شغلنا مع بعض. تحت امرك جليس بيه. في حاجه يا يعقوب افندي؟ تلغراف من ولي النعم. ولي النعم؟ معقولة دي؟ في ايه جليس بيه؟ تلغراف من عباس باشا بخصوص علي افندي. انا؟ بخصوصي انا؟ ايوه. هو في هنا علي مبارك غيرك؟ ويا ترى هيكونوا عايزين منه ايه؟ عاوزينه يركب اول وابور بحري رايح مصر عشان يقابل ولي النعم بسرعه. انا اقابل ولي النعم بسرعه؟ ايوه بس ما تخافش خير. بس ايه؟ انا اصلي كنت سايب زوجتي واتنين من اخواتي هنا في اسكندريه. ما تقلقش، روح مأموريتك وانا هجيبهم معايا وانا جاي. ايوه بس انا بقول بلاش سيادتك تشغل نفسك بحاجه بسيطه زي دي يعني. علي افندي، من فضلك قول لي اسرتك فين. خد اكتب عنوان هنا واركب اول بابور، ما تتاخرش على ولينا يا عم. طبعا. شكر جدا لسيادتك، انا مش عارف اودي جمايلك دي كلها فين. اتفضل. علي افندي. الحمد لله على السلامة. الله يخليك حمادي، جيت في وقتك. ايه بتعملوا ايه هنا؟ ولي النعم طالبنا احنا الثلاثة يا سيدي. ما تعرفوش ايه السبب؟ يا علي يا مبارك ما تستعجلش، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. على رأيك، يلا بينا. يلا. مين فيكم علي مبارك؟ أنا يا ولي النعم. تمام. أحمد باشا رفعت بيمدح فيك كتير. سمو الأمير أحمد باشا دايما صاحب فضل. شوفوا حضرات الأفندية، في شكاوي كتير من المهندسين بتوع الأرياف والمعلمين في المدارس، عشان كده أنا قررت أشكل لجنة لامتحانهم وتقرير صلاحيتهم، وإنتم اللي هتقوموا بالمهمة دي تحت إشراف شخصيا. ده شرف عظيم لينا يا أفندينا. إن شاء الله نكون عند حسن ظنك يا ولي النعم. ربنا يقدرنا ونقوم بالمهمة على أكمل وجه يا جناب الخديوي. في شيء تاني مهم جدا يا أفندية. أؤمر يا جناب الخديوي. الصدق، إياكم أي حد فيكم يتكلم بغير الصدق حتى لو على نفسه. إن شاء الله مش هتلاقي منا غير الصدق يا أفندينا. عارفين لو حد كذب عليا هيكون جزاؤه إيه؟ هسلبه نعمته، هرجعه فلاح يلبس لبس الفلاحين ويشتغل معهم بالفعل. بإذن الله سموك مش هتشوف أي شيء يضايقك. احلفوا ان انتوا مش هتقولوا غير الصدق ولو على انفسكم. امرك يا افندينا. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان اقول الصدق ولا شيء الا الصدق، ولا شيء الا الصدق، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. عظيم. دلوقتي اقدر ارقيكم، من الوقت انعمت عليكم برتبه صاغ. ده كرم منك يا ولي النعم. دي نشانات الرتبة. افتحوها. ده هلال فضة ونجمة ذهب. نعمك مغرقانا يا ولي النعم. السفر للوجه القبلي هيكون بعد يومين ثلاثة من النهاردة. استعدوا انتم التلاتة عشان هتسافروا معايا. تفضلي يا هانم. سلامات. حسن الستات الاول. ها لازمك حاجه بنت نال عزيزه؟ حضرتك مش مخلينا عايزين اي حاجه. بكره وكل يوم هيجي لك مراسله نشوف طلباتك يقضيها عليك.
مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. ايه في بنت تشكو وبابا على مساعدته ليها؟ مش انت بنتي برضو؟ طبعا ده احساسي على طول. ميرسي بوكو جنرال. ما تعفرتوش. يلا يا ولاد ما تضيعوش وقت بقى وعلى الحمام على طول. البيت من غير سعادة ملوش طعم. حاسه ان ناقصه حاجه. ناقصه كل حاجه. تمام سمو الأميرة نازلي هانم أفانزم. العبدين خلاص اتعلموا كل فنون السيف والخنجر عند أمهر معلم في أستانا. أمورينا يا سمو الأميرة، سيوفنا رهن أمرك. سيوفنا وحياتنا فداكي. أنت اسمك إيه؟ سنان أفانزم. لا انسى اسمك قديم، من النهاردة اسمك عمر. عمر وصفي، مفهوم؟ مفهوم يا سمو الأميرة، عمر وصفي. وانت اسمك شاكر. امرك يا مولاتي. من بكره تنزلوا مصر تبتدوا حياه جديده، تاخدهم لخليل بيك المسؤول عن حراسه خديوي، تقول له دول اللي كتبت لك بشانهم نازلي هانم، مفهوم؟ اطمني سموك، قبل الشمس ما تطلع هنكون بدانا رحلتنا. اسمع اغا، انت هتفضل هنا لحد الدنيا ما تليل، وزي ما جيت في الضلمه ترجع تاني في الضلمه، ما تخليش مخلوق يشوفك. امرك خليل بيك. لو شافك حد كل شيء هيبوظ. اطمن خليل بيك. اما انتوا فهتنضموا مؤقتا للعبيد في قصري لحد ما ادبر لكم اموركم لما يرجع الباشا من رحله الصعيد. اللي تؤمر بيه يا سعاده البيه. اخويا علي وحشني قوي. هو هيفضل غايب كده على طول؟ من يوم ما اتجوزت وهو بيغيب اكتر ما بيقعد، لكن رغم بعد المسافات عمره ما بعد عني. بحبك قوي يا علي، بحبك قوي. اسماعيل انا بحبك قوي. انا اللي بموت فيك لما لك. معرفش ليه ساعات بحس اني خايفه. خايفه من ايه؟ من المستقبل. وايه اللي خوفك من المستقبل يا علي؟ خايفه حد يشاركني فيك. حد زي مين؟ انا اعرف مصريين واتراك مفيش حد يكتفي بزوجه واحده، حتى لو اكتفى بزوجه واحده ده ما يمنعوش يكون عنده اي عدد من جواري. ده صحيح. اسماعيل باشا، يعني انت ممكن في يوم تتجوز عليا او يكون عندك جواري؟ ملك ارجوكي بلاش ناخد نفسنا لمناطق مش هيجي من وراها غير المشاكل. اسماعيل ردك مش مريح. ارجوكي يا ملك، انا عايزك تعرف ان انا بحبك وهفضل طول عمري احبك. عندك دليل على كده؟ ما عنديش غير وعد ليكي ده، لو تقبليه. هقبله اسماعيل. عارف ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان انا بحبك. وانا كمان بحبك، بحبك قوي. مولاي عباس باشا. عاوز ايه خليل؟ انا فكرت مولاي باعتباري المسؤول عن أمن جانبك الشخصي في تأمين حياة جانبك وقت النوم. مولاي عارف أن النوم سلطان، وممكن أي حد لا قدر الله يفكر يتسلل لأوضة نوم جانبك ويسبب لجانبك أي أذى. مفهوم مفهوم. اختصر خليل. هختصر هختصر حاضر جانب خديوي. أنا فكرت يا مولاي في تخصيص 2 مماليك عبيد أثق فيهم ثقة كاملة، يكون عملهم الوحيد الوقوف طول الليل أمام باب أوضة نوم جنابك. أنت عارفهم كويس؟ عز المعرفة يا فندينا. واثق فيهم خليل؟ ثقتي في نفسي يا فندينا. وحسين بيك الحارس الحالي؟ مكانه محفوظ، هيترقى وهيكون قائد الحرس النهاري. بس ده مملوكي وأنا واثق فيه؟ عشان كده هنرقيه يا فندينا. خلاص اعمل اللي تعمله.
من غير مشاكل. تأمرني يا ولي النعم. ايه اللي بتعمله ده يا خليل بيه؟ احنا بنهزر؟ حسين بيك الزم حدك، انا المسؤول الاول هنا ولازم تتكلم معايا باحترام. اسمع يا خليل يا درويش، طول ما انا عايش محدش هيقدر يقف على باب جناب الخديوي بالليل غيري، ومفيش مخلوق هيقدر يبعدني عن باب سموه مهما كانت الحيل. انت بتتكلم عن ايه؟ احنا بين رقيق. مش عايز ترقيات، انا علاقتي بجناب الخديوي اهم عندي من اي ترقيه، وانا بحذرك انك تعمل حركه زي الحركه دي تاني، لان اللي هيهوب ناحيه وظيفتي مش هرحمه. انت بتهددني حسين بيك؟ افهم اللي تفهمه. معقول؟ معقول كل تدابيري تبوظ قبل ما تبدأ؟ معقول؟ مين؟ سعالي؟ يا سعالي؟ مش معقول الدنيا من غيرك لا ليها لون ولا ليها طعم. وحشتك؟ كلمة وحشتني أقل كتير من إحساسي في الغياب. أنا من غيرك ما ببقاش عايشة. حياتي الحقيقية هي في الأوقات اللي أنا بقضيها معاك. لا ده كتير عليا أوي. مفيش حاجة كتير عليك. طب ده أنا بحسد نفسي إني من بين كل ستات العالم أنا اللي فزت بيك. ده أنا اللي بحسد نفسي إن أنا اتجوزت واحدة فيها العواطف دي كلها. أنا بحبك أوي يا سعالي. وأنا بموت فيك وفي رقتك وفي جمالك. حضرة جناب مهندس لامبير بيك. ايه حضرة المهندس، كنت طلبت منك ترتيب للتعليم في مصر، ايه الاخبار؟ تم على اكمل وجه يا صاحب جناب خديوي. هيتكلف كام؟ اسمح لي سموك قبل ما نتكلم على التكلفة عرض المشروع عشان ابين اهدافه واثاره في المستقبل. من فضلك لامبير بيك، تكاليف التعليم اللي انت كتبته ده كام؟ 20,000 كيس باشا. كام؟ 20,000 كيس. 20,000 كيس؟ يعني 100,000 جنيه مصري. تمام افندينا. لازم تعرف لامبير بيك ان مصر في عهدي لا يمكن تستلف جنيه واحد من اي دولة اجنبية، وانا لو نفذت كلامك اللي انت كاتبه ده همد ايدي واطلب قروض، وده مستحيل. لكن باشا تعليم اساس نهضة. اي نهضة دي تحصل في بلد مديونة؟ جناب خديوي، تعليم في عهد جدك وعهد ابراهيم باشا كان يكلف اكتر من 100,000 جنيه، مصر ما اتدينتش. كل واحد وله طريقته في تصريف الامور، وانا مش موافق نهائي على طريقة جدي ولا عمي كمان. اسمع لامبير بيك، خد الكلام اللي انت كاتبه ده خفض على قد ما تقدر. يعني اخليها 80,000 باشا؟ 80,000 ايه؟ 50,000 ولا حتى 20 ولا 10. اذا انا بعتذر يا مولاي، ما اقدرش انفذ اللي سموك طالبه. عموما خلي الدراسه مع سموك، اقراها على مهلك يمكن تغير رايك. عن اذنك مولاي. عايزيني اصرف على التعليم 100,000 جنيه، دول عاوزين يخربوا البلد. مساء الخير اسماعيل باشا. مساء الخير يا برنسيس. اسماعيل باشا، انت لحد دلوقتي ما خلفتش ولد، وده شيء مش كويس. امرا لازم يخلفوا اولاد ذكور، عائلات ملكة لا يمكن تستمر بدون اولاد ذكور. كل شيء باوان يا عمتي. مظبوط، وعشان اوانه يجي بسرعه انا شايفه انك مش لازم تكتفي بست واحده. تقصدي ايه سمو البرنسيس؟ هتعرف دلوقتي. اتفضل. بوسي ايد سيديك الباشا. دي شوك جارية اشتريتها مخصوص علشانك. عشاني انا؟ معلوم، انت لازم يكون عندك ابناء. شوق مولاتي، بعد 9 شهور بالظبط انا عايزه ولد، مفهوم؟ عن اذنك. قلتلي بقى اسمك ايه؟
شوق نور. يا شوق ونور مع بعض؟ اسماعيل باشا، مين دي؟ دي شوق ونور. دي جارية اشتريتها لك عمتك؟ تمام. اسماعيل باشا، انت لازم تعرف انا مش هسمح يكون في ست غيري هنا. من فضلك رجع الجارية دي لعمتك حالا. ملك، انت اسماعيل باشا بياخد امر من حد؟ برضه اسماعيل باشا، ده مش امر، ده رجاء. ارجوك اسماعيل، رجع الجارية دي. ملك هانم، ارجوك ما تحاوليش تمشيني على هواك. لازم تعرفي ان اسره محمد علي عددها قليل جدا لحد دلوقتي. اذا كنا عايزين نثبت رجلينا في مصر لازم نملى الدنيا كلها اولاد ذكور. يعني مش هترجعها؟ لا كده مش كده وبس، انا كمان ناوي اجيب جواري غنيين. حبك ليه نسيته اطلاقا، لكن مش معنى ان انا بحبك ان انا اهمل مصالح عيلتي. خلاص اسماعيل، انا هسيب القصر ده وهرجع فرنسا. ملك هانم، لو خرجت من هنا مش هترجعي تاني. ولا برضو هسافر. نكمل كلامنا يا شوق، كنا بنقول ايه؟ على فين ملك؟ رايحة فرنسا. اطلعي وقتك ملك، بلاش تصرفات عصبية. ياخدو مش هطلع وقتي. ملك انت لغاية دلوقتي لسه ما خلفتيش، وده في حد ذاته ما يديكيش حق ابدا في منع جوزك من امتلاك جواري. برنسيس من فضلك سيبيني امشي. تبكي غلطانة لو مشيتي. لازم تعرفي ان الامراء بيتجوزوا 5 مرات 10 مرات غير ما ملكت أيمانهم من جواري، وده شيء عادي. عادي؟ أيوة، والشوق دي مش آخر جارية، دي أول جارية بس. وأنا يخسبني على كده؟ العقل ملك هانم. يلا اطلعي على أوضتك. أفنزم، طلع شنطة ملك هانم لأوضتها. أمرك أفنزم. معلش ما تزعليش، كل شيء في أوله صعب، لكن صدقيني هتتعودي. حضرات الضباط، انتم اثبتتم انكم مهندسين ممتازين. الاهم من كده ان انتم اثبتتم الولاء العظيم والطاعة التامة. عشان كده انا قررت استفيد بيكم في اعظم مشروع هندسي بمصر. عارفين ايه هو؟ عارفين يا افندينا، القناطر الخيرية. تمام تمام، القناطر الخيرية خلاص قربت تخلص، لكن فيها بعض المشاكل في الملاحة، عاوزكم تدرسوها وتقدموا الحلول. أوامرك يا فندينا. إن شاء الله يا ولي النعم. بإذن الله يا ولي النعم نقدم أفكار جديدة. هنشوف. عارفين مين هو المسؤول عن القناطر ولا مش عارفينه؟ موجل بيك. عارفينه طبعا يا فندينا، كان أستاذنا في المهندس خانة. ده ما يمنعش ان انا هكلفكم ببعض المهام من وقت للتاني. واحنا دايما رهن الاشارة يا مولانا. صار مهندس علي مبارك. الله، ده فيه بيانو كمان. اهو احلى حاجه بقى في القصر ده ان فيه بيانو، فرصه عشان اعلمكم تعزفوا عليه. يلا. سبحان الله، مين كان يصدق ان علي بن الشيخ مبارك يسكن في قصر جميل زي ده؟ الحمد لله
الحمد لله والشكر لله، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. ده مين اللي عارف بسرعة كده إن إحنا هنا؟ تمام يا فندم، أنا العسكري حسيب المراسلة الجديد بتاع سعادتك. أنا الحسيب. الحصان بتاع سعادتك جاهز لو حبيت تروح أي مكان. وحصان كمان؟ طب يا سيدي كتر ألف خيرك، أنا عايزك بس تخلي بالك من طلبات الست والأولاد. أنا لاحظت إن مفيش ولا فرن ولا جزارة ولا سوق قريب ولا حاجة. تؤمر يا جناب الصاغ. حضرات المهندسين، القناطر دلوقتي في مرحلة انتهاء، الجزء الناقص منها هو الجزء الأوسط. المية اندفاعها من الجزء الأوسط أكبر، ونظرا للأعمال الإنشائية في دوامات وفي شحط للمراكب عشان الردم، عشان كده أنا اقترحت على سمو الخديوي عمل مجرى جانبي يبدأ من قبل القناطر وينتهي بعدها، بحيث تكون السفن بعيدة تماما عن مشاكل القناطر. لكن السؤال دلوقتي والأهم، إيه اقتراحاتكم بخصوص الملاحة؟ بصراحة هي المسألة محتاجة تفكير، لابد كمان نزور الموقع. باشمهندس موجل، ممكن مهلة؟ قدامكم 5 أيام، وأظن 5 أيام كفاية، لأننا زي النهاردة هنروح كلنا نعرض على عباس باشا اقتراحاتنا لحل المشكلة. على كل حال 5 أيام مدة مش قليلة. سمعوني اقتراحاتكم. أنا بقترح يا مولاي إن النقل البحري ينتهي هنا قبل القناطر، وينتقل الناس والبضائع عن طريق البر لحد بعد القناطر، وبعدين يركبوا تاني من هنا، وبكده يا مولاي مش هنحتاج لحفر قنوات جديدة ولا نغرم أي تكاليف. اتفضل. على أفند إبراهيم. أنا بقترح يا أفندينا أن تتوقف السفن عند الجزء اللي انتهى من القناطر، ونرفع الحمولة منها بالروافع وننقلها للناحية التانية، وبكده مش هنحتاج إلا لشراء آلات رفع جديدة وأجور العاملين الذين يعملون عليها دون أي حاجة لحفر قنوات جديدة أو نقل بري مكلف. تفضل. على أفندي مبارك. أنا شايف أن المشكلة بسيطة يا جناب الخديوي. المشكلة يا جناب الخديوي تتمثل في الجزء ده اللي هو تحت الإنشاء. الجزء ده فيه كمية كبيرة من الردم بيخلي المراكب تشحط، علشان كده احنا محتاجين نعمل حاجتين. أولا نجهز مسار صغير يعدي مركب رايحة ومركب جاية. ثانيا نتفق مع القوات البحرية يدونا وابورين جر يجروا المراكب في الجزء ده، وبكده سموك تنتهي المشكلة. عظيم عظيم. علي أفندي انت عبقري. شكرا يا ولي النعم. فكرة بسيطة جدا وعملية جدا، تنفذ هذه الفكرة فورا. اتفضلوا. بقى وافق على اقتراحك واحنا الاثنين لا؟ الاجابه عند سمو الخديوي مش عندنا. اهدى يا علي يا ابراهيم. علي يا افندي، لازم تعترف ان فكره علي مبارك فكره عمليه جدا. انا كمان فكرتي عمليه ومش هتكلف الدوله كتير. دي مغالطه يا علي افندي، لو كان حد مفروض يزعل يبقى انا لاني رئيسكم، لكن انا مهندس بفكر بشكل موضوعي، عشان كده بقول بمنتهى الصراحه ان فكره علي مبارك فكره عمليه. انا مش ممكن اسلم. هيا بقى شكلك بقى وحش. طيب على كل حال اسمحوا لي استاذن انا. خدني معاك. سعلي، ايه الصوره الحلوه دي؟ معقول انا حلو للدرجه دي؟ انت احلى من كده 1000 مرة، بس انا بقى معرفتش ارسم غير كده. بس بجد بجد انت اللي رسمها؟ ايوه بجد. عجبك؟ احلى حاجه فيها انها تعبير عن حبك ليه. ليه حبي ليك مفيش حاجه في الدنيا تقدر تعبر عنه. انا اصلا بحبك قوي يا سعلي.
قولي لي يا شو، ايه احساسك ناحيتي بالظبط؟ حب ولا تسليم بالواقع اللي ما تقدريش تغيريه، ولا ايه احساسك بالظبط؟ تفتكر يا مولاي حلم اي بنت في سني ايه غير انها تلاقي راجل في سنها تكون شريكه حياته او واحده من حريم؟ انا طول عمري بحلم باليوم اللي هقابل فيه الراجل اللي مقسوم لي، واخيرا قابلتك، لقيتك في منتهى الطيبه والحنيه، اديتك كل مشاعر الحب اللي انا محوشاها طول عمري، بقيت كل حاجه في حياتي. كل العواطف دي رغم اني يا دوب لسه عارفاني؟ بالعكس، انا عارفاك من زمان. يا من زمان؟ ايوه، لانك كنت بطل كل احلامي. تعرفي انت عندك القدره على الكلام ولا الادباء. يلا بينا ندخل جوه. برضو احسن. مالك؟ عشان خاطري ما تعذبيش نفسك. سمو الأمير، ازاي ما شغلتش نفسي بيك؟ انت مش عارفه انت بالنسبه لي ايه؟ ملك انت الحب الحقيقي. الحب الحقيقي ما يقبلش الاسم على اتنين. صدقيني يا ملك، كل ستات الدنيا دول اللي يمكن ياثروا على حب ليكي. ملك انت بتجري في دمي، في عروقي. يا باشا ارجوك، كلامك بيعذبني. دموعك دي بتعذبني اكتر. خلاص راحتك في ايدك، طلقني. مستحيل، اوعى تقول الكلمه دي تاني. اسماعيل وملك قصة حب بدأت ولا يمكن تنتهي واحنا عايشين؟ سمو الأمير، مش معقول هنفضل واقفين ساكتين كده وأمور التعليم محتاجة لتدخل. ما أنت شفت الشيخ رفاعة لما اتدخل جراله إيه؟ خلينا بعيد عن الموضوع ده أحسن. إحنا ما صدقنا العلاقة اتحسنت بيننا وبين عباس باشا. لا يا عمي العزيز، أنا بختلف معاك في الكلام ده. إحنا مش عايزين مصالح شخصية من عباس باشا، احنا هدفنا خدمته وخدمة البلد كلها، عشان كده لازم نتكلم معاه. ما انت شفت الشيخ رفاعة لما اتكلم كانت ايه النتيجة؟ لا، الشيخ رفاعة وجهه بحدة كمان، وعباس باشا عندي زي ما انت عارف. انا متأكد انه لو الاسلوب اختلف النتيجة كمان هتختلف. مش هتختلف يا احمد باشا. بص يا باشا، جناب الخديوي عايز يخفض مصاريف التعليم لاخر درجة ممكنة، والتعليم هيخليه يصرف، عشان كده هيرفض اي مشروع يتقدم له. حتى مشكلة تكاليف التعليم دي يا سمو الامير ليها حل عندي. ازاي؟ مطلوب مشروع معقول وبتكلفة قليلة بحيث ما يرفضوش. ده مش مشروع بقى، ده معجزة. عايز مشروع معقول وبتكلفة قليلة وصاحبه يتمتع باسلوب يقلو من العناد، دي مواصفات صعبة قوي. ولا صعبة ولا حاجة، انا عندي الشخص اللي ما يعاندش ويقدر يحط المشروع اللي انا بتكلم عنه. تقصد مين؟ علي مبارك. مين؟ علي مبارك، الأول على البعثة في معظم الأوقات وأذكى واحد فيها. برافو، فكرة هايلة. لكن اسمع، بلاش علي مبارك لوحده، حط معاه علي إبراهيم وحماد عبد العاطي كمان. معقول والله يا عمي. المهم أنا عايزك تكون معايا وإحنا بنعرض الفكرة على عباس باشا. لا يا أحمد باشا، روح أنت لوحدك. يعني أقول لك يا أحمد باشا، عباس باشا ده بأحواله يمكن قوي ما يتفهمش ويقلبها غم، وعشان ما ننزلش احنا الاثنين بتقولنا، روح انت لوحدك عشان لو الامور اتلخبطت يبقى في حد يقدر يصلح. رغم اني كنت احبك تكون معايا، لكن زي بعضه انا موافق على رايك، وفورا هطلب مقابلته. ولا هقعد ادعي لك لغايه ما تخرج من عنده. انا مالك يا ليلى؟ انا ملاحظ انك دايما بتسرح اليومين دول. قلقان يا سعد. قلقانه من ايه؟ احنا بقالنا شهور متجوزين ومحصلش حمل لغاية دلوقتي. يا ستي كل شيء بأوان. كنت بفكر يعني بعد اذنك طبعا ان انا اجيب الداية اللي في البلد القريبة عشان تكشف علي. لا اوعي، الدايات هنا ما عرفوش اصول النظافة والموارسة الصحية، اوعي تعملي كده. يعني اسكت؟ ده ان شاء الله لما ننزل مصر هوديك عند احسن حكيم. يعني انت مش متضايق يا سعلي؟ الاولاد رزق من عند ربنا، محدش يقدر يعترض عليه. بعد اذنك.
يا الله. تمام يا فندم، رسالة مستعجلة لسعادتك. طيب متشكر قوي. بعد إذنك، تفضل. خير يا سعد. جناب الخديوي طالبني فورا. هو انت مش لسه كنت عنده؟ انت عارفة اللي بيشتغل في معية الخديوي ما بيبقاش ملك نفسه. على رأيك. ادير يا ليلى، انا كل ما اروح اقابل الخديوي ببقى حاطط ايدي على قلبي لحد ما تنتهي المقابلة. ربنا معاك ان شاء الله. الموضوع باختصار ان لامبير بيك قدم لي ترتيب للتعليم يتكلف 20,000 كيس، يعني 100,000 جنيه مصري، وده رقم لا يمكن تدبيره الا بالاستدامه. وانا مصر اننا ما نمدش ايدينا لمخلوق، لان الاستدامه ممكن تفتح الطريق للاحتلال. بس التعليم يا جناب الخديوي اساس النهضه. ما حدش هيقدر ينهض وهو تحت الاحتلال. طب ما نخفض نفقات الحاجات الاخرى ونخصص للتعليم المبلغ اللازم. هو مين اللي هيرسم سياسه البلد؟ انا ولا انتم؟ ما تنسوش أنفسكم يا حضرات. الترتيب اللي قدمه لامبير مش هيتعمل. أنا عايزكم تقدموا لي مشروع تاني ممكن يتعمل من غير استدانة. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا يا أفندينا. ما بتردوش لي؟ حد يقدر يعارض جنابك؟ إن شاء الله يا ولي النعم نبذل آخر جهدنا. عفوا يا ولي النعم، المبلغ اللي ممكن تتحمله الدولة للتعليم قد ايه؟ مفيش رقم محدد، لكن كل ما كان اقل كل ما كان افضل. الكلام اللي قلته ده سر، مفيش مخلوق يعرفه غيرنا احنا الاربعة. لو بلغني ان في مخلوق تاني عرفه هخليكم انتم التلاتة تندموا على اليوم اللي لسانكم ده عرف فيه الكلام. مفهوم؟ مفهوم افندينا، مفهوم. انا مش هشارك في المشروع ده. بلاش عصبية يا علي، احنا لازم ندرس الموضوع بهدوء وبعدين نقرر هنعمل ايه. اي هدوء؟ انت مش شايف الافندي بايع نفسه ازاي؟ مفيش داعي للمزايدة يا علي يا ابراهيم. لما انت مش موافق على مشروع الخديوي ليه قلت له بالحرف الواحد محدش يقدر يعارض جنابك؟ ولا انت قدامه قطه وبعيد عنه سبعه؟ انا سبعه غصب عنك. ايه الجنان اللي انتوا فيه ده؟ ما حبكش الغناء غير هنا؟ اسمعوا، انا رايي نروح نقعد في مكان ونفكر بهدوء. انا لا رايح ولا قاعد ولا داخل اللعبه دي كلها. سلام عليكم. اسمع بس يا علي. يا اخي سيبني اوعى. وبعدين يا علي هنعمل ايه في موضوع التعليم؟ والله يا حماد انا بفكر مبدئيا ان احنا نجمع المدارس كلها في مكان واحد علشان نقدر نستفيد بالمدرسين استفاده كامله، وكمان ممكن نشتري مطبعه نطبع فيها الكتب وبكده نبقى وفرنا مصاريف الطباعه. كويس قوي. وعدد التلاميذ؟ عدد التلاميذ ان شاء الله مش هنخفضه، بس للاسف مش هنقدر نزوده. انت عارف يا علي ان الناس هتحملنا مسؤوليه نكسه التعليم، ومحدش ابدا هيحمل الخديوي عباس ان هو المقصر. التشدد مع الخديوي وعباس في مساله التعليم ممكن يلغيه نهائيا. احنا لازم نفكر بهدوء من غير شعارات عنتريه. معاك حق. يبقى نقعد وان شاء الله نلاقي حل. ان شاء الله. وبعدين حضره افندي، مفيش اخبار جت من مصر من ساعه ما بعتنا الاثنين المماليك. سمو الاميره نازلي هاني، الماموريه اللي جنابك مكلفاهم بيها مش بسيطه. سموك افانزم عاوزاهم يقتلوا جناب خديوي شخصيا. انا كمان مش بعتهم لاي حد، انا بعتهم للمسؤول عن حراسه خديوي. ايوه يا فندم، لكن برضه المهمه مش سهله. اسمع اغا، انت تنزل مصر حالا تتابع اللي بيحصل وتبعت لي الاخبار اول باول. لكن خديت بيك المسؤول عن حراسه جناب خديوي قال لي ما تخليش حد يشوفك، لان لو حد شافك كل الترتيبات هتبوظ. وتخلي حد يشوفك ليه؟ انت تنزل عند اخويا سعيد باشا في اسكندريه، وكل اسبوع تبعت لي التلغراف من غير ما تذكر نهائي اسم خديوي. مفهوم؟ مفهوم يا سمو الأميرة. انت رجعت تاني؟
أنا مش قلت لك روح أسيتانا ما تجيش؟ سمو الأميرة نازلي هانم يقول التأخير هذا مالوش مبرر. الاستعجال ده هو اللي حيفسد كل شيء. يعني إيه؟ يعني سيبوني أشتغل على راحتي. على أي حال أنا حكون في اسكندرية في سراي سعيد باشا. إيه فات أغا؟ يلا روح. طب أنا دلوقتي أبعت لسمو الأميرة أقول له إيه؟ ابعت قول له صابرون جميل. سي علي مشغول دايما، مش قادرة أقوله سيب شغلك وينزل معايا مصر عشان أكشف عند الحكيم، مش قادرة أقوله أجيب الدية وأكسر كلامه، ولحد دلوقتي مفيش حمل، مش عارفة أعمل إيه. مالك يا أبلة؟ أنتي تعبانة يا أبلة؟ أبدا يا حبايبي مش تعبانة ولا حاجة. أمال مالك آدم الصبح سرحانة وما بتتكلميش؟ أبدا مفيش حاجة. بقولكوا إيه، اسمعوا أنا هعلمكوا حاجة جديدة. هتعلمينا إيه؟ هعلمكم المزيكا، هعلمكم ازاي تعرفوا تعزفوا على البيانو. يلا تعالوا. هنبدأ بمعرفة المفاتيح. مولاي اسماعيل باشا رسول من طرف السلطان. هيشرف. تفضل يا فندم. سلام وتحية على سمو أمير إسماعيل باشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا أمير مؤمنين خليفة مسلمين السلطان غازي عبد المجيد تفضل وأرسل لسموكم هدية تأكيدا للمودة. جناب السلطان دايما أفضاله سابقة وسابقة. نور فلك هدية مولانا سلطان. بلغ مولانا السلطان خليفة المسلمين وأمير المؤمنين تحياتي وتشكراتي أنه افتكر إسماعيل باشا. تحياتي سمو أمير. اسمك نور؟ خدمتك يا مولاي. بسم الله ما شاء الله، اسم على مسمى. اسماعيل باشا جاية تاني؟ هدية السلطان لا ترد. وسلام لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضميره وتفكيره. وسلام لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضميره وتفكيره. وألف رحمة على علي مبارك كان شمعة بتضوي الزمان الجهول، كان شمعة بتضوي الزمان الجهول. شديد اقول لك انت رضيت بعشت العبيد. ياللي تقول لي زمننا صعب وشديد اقول لك انت رضيت بعشت العبيد. وازاي نعيش واحنا في عالم جديد بعقول قديمة بليدة من الف حول. بعقول قديمة بليدة من ألف حول. وسلام 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 لمين ضوى القلوب والعقول وعاشها حر ضمير.
علي مبارك كان شمع من نور الزمان الجمول كان شمع من نور الزمان الجمول سلام سلام ياللي تقول لي زمننا كافر بلي اقول لك المؤمن قوي روح وقيل ياللي تقول لي زمننا كافر بلي اقول لك المؤمن قوي روح وقيل وان عشت حر ومستقيم تبقى سيد وان تستزيد من العلم تحلم تنور وان تستزيد من العلم تحلم تنور